السلام عليكم. موقع بلانري بينظم لي المشروع خصوصا في مجال البيم، وبيظبط لي البيم اكشن بلان والاو اي ار والبي اي ار، بلاقي البلان الكلام اللي فيها قبل كده، والسكوب بيعمله بشكل جميل جدا بحيث ان كل عنصر تبدأ تعرف درجة التفصيل اللي هتبقى موجودة فيه، وحاجة مرئية بالشكل دوت. الكونتراكت ده اللي احنا هنتكلم فيه، بيقول لك انت عايز تكتب الكونتراكت تحط فيه ايه. فطبعا بيبقى فيه كفر بيج، الكونتنت، البروجكت انفو، المصطلحات، ده ممكن تعلم عليهم كلهم، او في حاجات تحطها في ممكن تقول له هستفاد من الخصائص ديت. السكوب ممكن تبدا تشوف ايه الحاجات اللي انت عايز تاخدها من السكوب. ابلود لو انت عايز ترفع ملف، مين اللي حق الاكسس، كل الناس ولا المانجر بس. الابروفد مفروض المانجر، تمام. وبعد كده السيتنج تقدر تقول له اظهر لي الدوكيمنت اي دي، الباك جراوند ديزاين، الكفر بيج اهيت، الهيدر والفوتر، البلان، السكوب. ممكن تقول له عايز اشوف الاكواد والتعريفات، وبعد كده سيف السيتنج، وبعد كده بتقول له كرييت، فيبدأ يعمل لك كرييت للملف دوت. هو طبعا درافت لان لسه ما خدش موافقة. او ممكن تعدل الاسم ومين الكرييت، الاكسس لمين، الابروفال، تمام. هو يجي لي يقول لي ابروفال، الاكتيفيتي، مين اذا كان في حد راجع، انترفيو ممكن تخليها مثلا ابروفد، وطبعا هتكتب مين اللي خلاها ابروفد، يبقى كده من موافق عليها وكل الحاجات متوافق عليها. ده بالنسبة لي الكونتراكت الاسكريت، لو انت عايز تعدل اي حاجة من الخصائص اللي موجودة.